اليوم التنين معي رندا فهد بإيت رايت. أول شيء رح نذكركم بمسابقة باري لايت على صفحة الفيسبوك لا ام تي في ألايف، فيكن تفوتوا تحطوا الجواب، عندكم مجال لبكرة بعد تا نعطي اسم الرابح والجواب الصحيح. كمان عنا خبرية وموضوعنا اليوم يلي هو الهرمونات اللي بيمنعونا انه نضعف حتى لو عملنا مجهود غذائي. وبدنا نذكر برقمنا 0444444 إذا عندكم أي سؤال لرندا. بونجور رندا. بونجور تينان. خلينا نذكر بسؤال المسابقة. أكيد اليوم نهار تاني، نهار حافل مثل العادة، فإذا رح نبلش بالسؤال، سؤال الكومبيتيشن اللي هو أي في كمية من الألياف أكثر، الكوسة المشوي أو الباذنجان المشوي؟ لكن جواب واحد هو مزبوط، بعد عندكم مجال اليوم لتكونوا عم تجاوبوا، لأنه بكرة مثل العادة نحن يا حو عم نشوفها هون مع الأشخاص اللي هن مجاوبين. بكرة مثل العادة بدنا نعلن اسم الرابح اللي رح ياخذ يومين كاملين من مطبخنا باري لايت، ترويقه غدا عشاء مع السناك مع الفواكه. فاذا وكمان بكره بنكون عم نقول المسابقه الجديده اللي كل اسبوع نحن عم نطلقها. هلا خبريه اليوم تينا هي مجموعه خبريات كلها سوا العلاقه بالاثليتس، هيك كنت عم بقرا ارتكل. نعم. او بالحقيقه هو ماجازين كله له علاقه بالرياضيين، وبهيدا الماجازين كان عم يحكي اول شيء عن البروتينات واخر المستجدات، انه اكيد شخص اللي عم يعمل رياضه ورياضه ثقيله ورياضه فيها حامل اثقال، هذا الانسان هو بحاجه لكميه بروتينات اكثر من غيره. ولكن شغلتين بدنا نعرفهم، انه هو اذا تعدى كميه ال 2 جرام لكل كيلو من جسمه من البروتينات هالشيء ما رح يكون عم يساعده ابدا. الميكانيزم مش معروف ليش، انه ما هو المفروض كل ما تزيد كل ما يزيد اكثر يساعد العضل، لا لحد 2 كيلو 2 جرام بير كيلو واكثر من هيك ما بيقعد يساعد، فبليز ما تاخذوا اكثر من هيك خصوصا اذا عم ياخذوا سبلمنتس. الشغله الثانيه نحن بنعرف انه تناول البروتين بيربي العضل وبيساعد كمان انه واحد يشبع تينا، فما بيقعد ياكل اشياء بلا طعمه. واللي بيتناول البروتين كمان من ناحيه ثانيه لكن بينظم له كيف بده ياكل نهاره، يعني تناول البروتين بينظم. ولكن تبين انه الشخص اللي هو رياضي بده يقوي عضله وبده يضعف بنفس الوقت ما يتناول البروتين من خلال الشرب، يعني اذا تناولهم عصرناهم وعملناهم سموذي. نعم. مثل وقت عم نحكي عن البروتينات اللي هن بينات بطر محطوطه بقلب الحليب لنقول ومحطوط لهم واي، هيدا الشيء مظبوط هن فيهم بروتينات هن رح يقوي العضل ولكن هالشي ما رح يشبع. بينما البروتين اللي هو بيشبع هو بروتين انسان عم ياكله سوليد، يعني سميك عم يتاكل مش عم ينشرب. كمان بخبريتي هيك شغلتين كمان كثير في عليهم ديبيت، هل لازم الرياضي يتناول موانع التاكسد والفيتامين سي بالتحديد وهالشيء بخليه يربح مبارياته، هالشيء بخليه يعمل بيرفورمانس اكثر؟ وهلا كل الدراسات بينت انه لا، اذا واحد عنده نقص اكيد ما لازم يكون عنده نقص، ولكن اللي عم ياكل كل شيء بطريقه صحيه مش ضروري ابدا يكون عم ياخذ سبلمنت. كنت عم تحكي عن البروتينات، بتفرق اذا الرياضي اخذهم دفعة واحدة أو إذا وزعهم على النهار؟ لا على الأكيد تينا هيدول دراسات خلص صرنا مأكدين منهم إنه إذا أخذهم دفعة واحدة ما رح ينفعوا أبداً، أبداً لازم يكون مقسمهم خلال النهار، ومن الضروري إنه يكون خلال قبل بساعة أو بعد بساعة، يعني خلال ساعة من الرياضة عم يتناول كمية كافية من البروتين لتكون عم تنوي تنمي العضلات. رح ناخذ اتصال. ألو ألو بونجور، صباح الخير، مين معنا؟ معك سهام من الضاحية. تفضلي سهام. بدي اول شيء بدي اقول لك انه الصوت نحن مش واصل لعنا ابدا اليوم على التي في، ما بعرف ليه صوت، لانه انا على طول بتابع هيدي الفكره. بدك تشوفي اللي موفر لك الدش شو مشكلته؟ بس اليوم بس اليوم. اوكي بدي اسال سؤال لاخصائيه التغذيه لو سمحتي. بدي اسال عن سكر جوز الهند، وين بلاقيه كمان؟ نعم. شو منافعه السكري؟ وين بلاقيه؟ سكر جوز الهند كثير عم بياخد، يعني في كثير اخبار حوله هالايامات كانه هو البديل الصحي للسكر الابيض. شو رايك رندا؟ كنا كثير عم نحكي تينا حتى هذيك الاسبوع الماضي حكيت عن المي اللي هي بنقول انه عنا كثير منيحه. نعم. مي جوز الهند. وكنا عم نحكي انه مي جوز الهند هيك رح احكي ثلاث اشياء عن جوز الهند، هي مثل كانه واحد اخذ كبايه مي مع موزه صغيره. يعني هي بتوفر هيدريشن
هيدريشن مثل المي، وبتعطي بوتاسيوم مثل كأنه واحد أكل موز صغيرة ووحدات حرارية كمان. كنت عم بحكي كمان أنه زيت جوز الهند بعدنا كأخصائيين تغذية مش كتير، يعني بعد ما في دراسات أكدت لنا قديش هو مهم. بالعكس بعد الدراسات اللي نحن عم نقرأ عنها عم تبين لنا أنه هو منه كتير مهم. ونفس الشيء بعد نحن كأخصائيين تغذية بعد ما عنا أنه نقول السكر خصوصا لمريض السكري. هلا هو وقت عم نحكي هو السكر منه مصنع، فإذا منه بروسس أوكي صحيا عنا درجة أحسن من السكر الأبيض اللي نحن بنعرفه، ولكن لمريض السكري منه ما بتفرق كتير، بعده سكر هو سكر. ووين متوفر؟ هلا هو منه متوفر بي، يعني أنا مني كتير شايفته بلبنان. بدنا دايما أنا شريتهم بلبنان بس محلات بدنا نسأل بالمحلات اللي هن خصوصي، محلات اللي هن مثلا بنقرأ عنهم أنه أورجانيك بليسز، وهولي موجودين بكل منطقة عنا محل أو محلين منهم. اليوم موضوعنا لكنا عن الهرمونات. أوقاتينا وبالفعل هلأ مش كتير عطول بنشوفه، ما بدي كل شخص شو يقول إنه يتحجج بهرموناته إكزاكتلي وأنا كون عم بأكل، ولكن عندك كيسز عن جد كتير كتير قليلين موجودين. شو ما بيحاولوا يعملوا رجيم، شو ما بيحاولوا وحيا لانواع رجيم بيعملوا، بتلاقي انه ما عم ينقص وزنهم. هلا اكيد هالشيء عنده عده عوامل، ولكن اليوم انا رح اخذ كم هرمون واحكي عنهم. هلا واحد من الهرمونات هرمون اسمه اديبونكتين. هلا الاديبونكتين مشكلته هو هرمون بيحرق الفات. فإذا وقت ما يكون عندنا عدد كافي من الأديبونكتين اللي عم يصير إنه الجسم ما بعد يحرق دهنيات بكمية كافية. ليش بيصير عندنا هيك؟ هذا شيء مش معروف. أوقات هرمونات الجسم أوقات هي بتخربط يعني، ولكن هل في حل لهيك أشياء؟ من المعروف هلا صار انه الشخص اللي عنده الاديبونكتين عم يكون واطي عم ينعطى مغنيسيوم. وقت ينعطى مغنيسيوم عم يترجلج هيدا الهرمون وعم يرجع الانسان يبلش يحرق فات. هلا المغنيسيوم تينا مثل ما بنعرف فينا نكون عم ناخذه سبلمنت وهينا راسنا ما كثير اشتغلنا بالموضوع، او فينا نكون عم ناخذه من خلال الخضره الورقيه الخضراء، ملوخيه، سبانغ، كيل، اتسترا، او فينا ناخذه من خلال بذر وخصوصا بذر البامكن او دوار الشمس. اللي هو اللقطين. فإذا هون الأديبونكتين وقت يكون منه موجود بكمية كافية بيصير إنه ما بعد جسم يحرق دهنيات بكمية كافية. المغنيسيوم فيكون عم يساعد. وهذا الهرمون موجود عند سيدات مثل عند الرجال؟ مزبوط مزبوط. وكيف فينا نعرف إذا واطي أو لا؟ هلا نحن اللي أكيد هيدا كله في فحص هرمونات نحن فينا نكون عم نعمله إذا بدنا نأكد. ومن ناحية تانية مش غلط إنه نكون عم بلش من هلا ناخذ أكل بيحتوي على المغنيسيوم، بينفعنا لعدة أشياء ومنه عم يساعدنا نكون عم نضعف. كمان اتصال. الو، اهلا، من معنا؟ معك ليلى. تفضلي ليلى. بدي اعذرك، بدي اسال الدكتور، انا بضل حكمني نفخه، وصرت اخذ سترول اكسترا وصفي اياه الحكيم، طرحت النفخه، شو في شيء بيساعدني ما تضل يحكمني نفخه؟ مش أفرض نعرف شو سببها لهالنفخة؟ النفخة كمان تينا مثل كتير أشياء لها كتير أسباب. هلأ يمكن عم نحكي بوجود الأي سي، أشخاص بيعملوا نفخة، ستريس بيعمل لهم نفخة، أوقات طريقة أكل معينة، يمكن ما بناكل كل نهار، بناكل على وقعة وحدة، بناكل كتير، تقسيم الأكل. وأكيد نحن بنعرف أنه في نوعية من الأكل هي بتأدي للنفخة. بكتير أوقات النفخة بيكون الجسم ما عنده كمية كافية من البكتيريا المضبوطة اللي هي بتكون عم تكسر الأكلات وتتخلص منهم. فخلينا نعرف النفخة من وين مصدرها لنعرف نحن كيف نكون عم نحلها. لكن حكينا عن هيدا الهرمون الأديبونكتين. هلا الهرمون الثاني اللي بدي احكيه هو الجريلين. الجريلين اوقات عند ناس بيزيد كميه الجريلين. جريلين هو الهرمون اللي بيقول لك انت جوعانه. فاذا وقت يزيد هيدا الهرمون يعني كل وقت في شيء عم يقول لك انت جوعانه. ومش بس هيك، الجريلين عنده مشكله ثانيه انه ما بيجوعك حيالله، بخليك تحبي تاكلي الدهنيات والسويتس السكاكر، وخصوصا بوقت الليل. شو شرير؟ اي هيدا الجريلين منه. هلا طبعا هو المفروض يكون موجود حتى واحد كمان يجوع ويكون بده ياكل، ولكن أكيد. عند ناس اوقات البالانس تبعه ما بيكون مظبوط وبيكون عندنا زياده كثير منه. تبين انه الجريلين اكثر شغله بتخليه يزيد هي قله النوم.
فالأشخاص اللي بيناموا بالليل بس ساعتين أو نوموا متقطع أما بيناموا وبيقوموا كتير هولي أشخاص البالانس تبع الغريلين مزبوط بيتأثر فهالشي بيخليهم يأكلوا مشان هيك هالشي بيخليهم بالليل يطلبوا أو حلو أو موالح موالح اللي هي فيها دهنيات يعني مش بس أخذنا كبيس يعني بده يكون فيها دهن مشان هيك هون أنا عم بحكي عن كل هرمون واليوم عم هيك شوي لقي طريقة صغيرة للحل الحل هو بالفعل ننظم نومنا وكمان بالدراسات بيبين انه حتى لو نحن هيدي النوم بدنا ننامهم بالليل يعني حتى لو نحن قلنا بدنا ننام الصبح ساعه زياده بعد الظهر ساعتين مش نفس الشيء مش نفس الشيء هي الكميه الكافيه على الاقل 6 ساعات بخلال الليل فواحد بده ينظم وقته ولازم لازم كل شيء اللي هو الالكترونيك يكون عم ينشال من الاوضه قبل ما واحد يكون عم يفوت ويرتاح بتخته لا يقدر ينام فهيدا تاني هرمون كمان اتصال الو الو بونجور صباح الخير اهلا وسهلا مين معنا بدي اسال سؤال معك سعيد بخيل انا بخصوص الثلاجه هلا بنعرف عن اللحم انه بس دوب ممنوع يرجع يتجلد بس الخضره كمان ذات الشيء الخضره المجلده هلا هي الفكره حلو السؤال الفكره انه وقت يدوب عم ونرجع نجلده اللي عم يصير لنحكي عن اللحمه عم ننمى عليها كثير من البكتيريا وعم نرجع نحن نجلدها بكميه بكتيريا اكثر مشان هيك نحن والبكتيريا هي اللي وقت ناكلها بتاذي لنا جسمنا هلا البكتيريا بتطلع مثل ما طلعت على الحمات هي مثل ما طلعت على الخضره ولكن طبعا الحمات معرضين كثير اكثر انه تكون البكتيريا تعبي فيهم فهو مؤذي كثير اكثر اللحمه انه نكون عم ندوبها ونرجع نحطها ولكن اذا انا بدي اكون عم بحكي سيفتي والامان غذائيا نكون عم ناكل شغله كثير مأمنين انه هي ما فيها بكتيريا كمان الخضره منيح ما نكون يعني وقت نشيلها من الفريزر بدنا نكون عم نطبخها دغري وناكلها ما نرجع نجلده اكزاكتلي نرجع على هرموناتنا عندنا ثالث شغله وقت يكون عندنا مشكله بالانسولين هلا ما عم بحكي هون عن مريض السكري عم بحكي عن الشخص اللي عنده انسولين انتولرنس يعني ما عم يقدر جسمه يستعمل الانسولين بطريقه مضبوطه ليستخدم هالسكر اللي موجود بالجسم فالانسولين بدل ما يستخدم السكر ليعطينا طاقه ليقوي العضل اللي عم بيصير انه عم يكون في امبالانس هون واللي عم يصير انه عم يزيد السكر بقلب الجسم هيدا الشيء هي vicious cycle لأنه هالشيء وقت يزيد السكر بده يتخزن وقت يتخزن السكر عم يتخزن كدهنيات فهون الانسولين ريزيستنس شغله كثير ثقيله وما بتخلي الانسان يضعف طب دائما بدنا نحكي عن حلول وقت يكون عندنا مشكله انسولين ريزيستنس للحل الاول اللي نحن بنعرفه هو ننتبه على كميه النشويات اللي عم ناكلها ونوعيه النشويات هذه شغله كثير ضروريه مشان هيك انا بعلم الاشخاص اللي بيجوا على العياده عندي كيف يعدوا النشا اللي هن عم ياكلوا ونوعيه النشا اللي بدهم يختاروا ولكن شغله ثانيه بالدراسات هلا تبين انه الاشخاص اللي بياخذوا خل التفاح ملعقتين من خل التفاح قبل تناول وجبه اللي هي وجبه بتحتوي على النشويات بتبين انه ما بتطلب انسولين سريع مشان هيك بيكون عنده وقت انه يكون عم يجي ويشتغل بطريقه مضبوطه بالجسم ملعقتين من خل التفاح قبل الوجبه بدنا ننتبه ما يكون عندنا مشاكل بمعدتنا هيدي شغله كثير مهمه كثير ناس بيسالوني وقت احكي عن هيك ناكلهم دغري بنحطهم بالمي بنحطهم بالسلط المهم نكون عم ناكلهم فهي افضل طريقه انه نحطهم بالسلط بس نامن انه اكلناهم كلهم اكيد فهيك ناخذ كميه سلط صغيره نحط فيها ملعقتين من الاشياء اللي بدنا نحطها خل التفاح كنا عم ناخذهم نشرب الخليت بعدين ليش لا فنرجع ناكل اكلتنا بعد عندك شيء عن الانسولين او لا كان عندي بعد ناخذ اتصال قبل الو الو صباح الخير الو صباح الخير تفضلي الو صباح الخير اهلا وسهلا معك سهام حبيبتي تفضلي سهام شو سؤالك حبيبتي لو سمحتي بدي اسال عن زيت الكوكونات البكر يا هلا شو سؤالك سهام شو فايدته وامتى لازم اخده نعم
سهام يعني بدي أكون أنا كثير صريحة، بعدني ولا دراسة اقتنعت فيها قديش زيت الكوكونات أو جوز الهند هو زيت صحي، فبالحقيقة أنا بعدني بنوع الرجيم اللي أنا بعطيه للأشخاص ليكونوا عم يعيشوا حياة صحية من خلال الأكل ما تضمن زيت جوز الهند. فأنا هون ما رح أكون عم بقدر فيدك بهيدا الموضوع لأنه بعد مني مأمنة يعني بهالمرحلة. رنا أنت برأيك بعده بنفس خطورة مستوى بالزيوت؟ الزيوت اللي هي مهدرجة من ميلة، أو الزيوت هون اللي فيها ساتشوريتد، حتى ما أقول مش مهدرجة، فيها ساتشوريتد فات، الدهنيات المشبعة اللي نحن دايما بنقول بدنا نحاول نبتعد عنها. هو تينا في دهنيات مشبعة، ولكن دراسات عم تقول إنه هالنوع من الدهن صح. المشبع ما عم يكون عم يأذي، ولكن مفيد. بعد أو عم يكون مفيد بالحقيقة. بس بعد دراسات منا كتير واضحة، في دراسة بتقول هيك، في دراسة بتقول العكس. وقت يكون العكس يعني شغلة كتير مأزية، يعني بعد في علامة استفهام على الموضوع، علامة استفهام كتير كبيرة. فمشان هيك أنا ما في بلش كن عم شجع فيه قبل ما الدراسة تكون 100% واصلة لعنا. آخر اتصال. ألو. ألو. ألو مرحبا. أهلا. إذا بتريد على السريع شو سؤالك؟ بدي اسالك هلا، انا عمري 17 سنة نعم وروح النادي، هلا بدي اسال اذا في يعني استعمل البروتين هلا بهالعمر. البروتين بيسوي يتاخذ بعمر 17؟ هلا البروتين في يعني كثير اشياء، في يعني بروتين بالاكل، فينا نعني بروتين بالبروتين بار، او فينا نعني بالاشياء الشيك اللي بيشربوا. انا بدي اقول لك شيء، ما عرفنا اسمك، اذا انت عرفت او رحت عند اخصائيه تغذيه علمتك كيف تاكل الماكولات بطريقه مضبوطه لتاخذ البروتين بطريقه مضبوطه، انا بضمن لك انك ما منك بحاجه. هون اهم شيء الكميات، الكمية وكيف الدنيا تنظم. ومشان هيك أهم شيء نعملهم ما بيكون بحاجة لواحد يكون عم ياخد سبليمنت. ثانك يو رندا. رح ناخد وقفة مشاهدينا ومن بعدها ميك أوفر.